السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل، فيه شوية مزايا حلوة. هو مهتم بالذكاء الاصطناعي للمصممين، فمثلا هنلاقي دليل منصات الذكاء الاصطناعي في أهم المواقع اللي ممكن تفيد الواحد، زي موقع اسمه الناردو، وبيقول لك الحدود بتاعة الحاجات المجانية اللي موجودة. في موقع مثلا بلاي جراوند، ده مجاني جزئي، يعني لو انت عايز إمكانيات أكتر بتدفع فلوس، لكن أنا شايف إن 1000 صورة في اليوم دول حاجة ممتازة يعني. فاير فلاي اللي هو بتاع شركة أدوب مجاني، كليب دروب مجاني جزئي بيديك 10 صور يوميا، عايز أكتر بتدفع. بلو ويلو برضو مجاني، في بيج جي بي جي مجاني، وهكذا. في شوية مواقع كويسة طبعا، ميد جورني، لكن ميد جورني دلوقتي أصبح كله مدفوع. ديل إي برضو مدفوع بعد ما تجرب طبعا. ستيبل ديفيجن ده مجاني، وهكذا. فدي حاجة كويسة جدا ان هو حاطط دليل لمنصات الذكاء الاصطناعي، دي حاجة كويسة. هنلاقي برضو في بعض الأوامر اللي ممكن انت تستفاد منها وتتعلم منها شوية حاجات حلوة، مثلا الصورة دي عشان تتعمل ايه البرومت اللي استخدمناه، وايه النيجاتيف. النيجاتيف بعد ما عمل الصورة اكتشف ان في بعض الحاجات فبدأ ان هو يشيلها. تمام، هو هنا مثلا النيجاتيف اللي هنا ان ما يبقاش فيه اي حاجه سيئه او اي حاجه اباحيه او حاجه زي كده، فالنيجاتيف دي ممكن تاخدها كاحتياطي معاك في الاوامر. المسابقات بتاع الذكاء الصناعي، اي مسابقات بتلاقيها موجوده هنا. الدليل الالوان، واخيرا اللي هو المساعد الاوامر. ده مهم جدا يعني، ساعات الواحد بينسى، مثلا عايز يعمل لوحه مثلا باسلوب معين بس هو مش فاكر اسم الفنان او كده، فهتيجي هنا وتقول انا عايز اسم الفنان مثلا بيكسر. تمام، فيبدا يجهز لك البرومت بتاعك، الماده مثلا، حاجه مثلا باللون الزيت، التكوين، عدسه مثلا، الاضاءه، وهكذا. تبدا تختار كل حاجه انت عايزها. تمام، هو يبدا يكتب لك البرومت هنا، بكتبك بالانجليزي. كل اللي عليك ان انت تاخده كوبي وتبدا تعمل. هو حتى عامل لك النيجاتيف برومت، ان مثلا ما بقاش اوت اوف فريم، ما يرسملكش حاجه بره، وهكذا. فممتاز يعني، فكره كويسه جدا، في شويه مزايا موجوده في موقع واحد، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.